هي على شكل سؤال بخصوص مفهوم التربية الدامجة. بالنسبة للتربية الدامجة، هل هي دمج فقط الأطفال اللي عندهم وضعية إعاقة، أم أنها تشمل كذلك مثلا أبناء المهاجرين، أبناء اللاجئين، أبناء كذلك الأفارقة مثلا القادمين من دول الساحل وكذلك جنوب الصحراء؟ لأن هذا الفئة كذلك ستتعرض لتمييز آخر، مثلا اللون، اللغة، الثقافة إلى غير ذلك.